ازاي ان الفن يخدم السياحه وان الفن يستغل كل الاماكن الجميله هنا في مصر. وعلى فكره مصر استوديو مفتوح، ده مش كلامي او كلام اي حد، ده كلام كل اللي بيجي يزوروا البلد هنا. معايا المطرب احمد الروبي، المطرب احمد الروبي مع مجموعه كان لهم فكره حلوه قوي، يعملوا اغنيه اسمها لفه ولتنشيط السياحه، هي مكتوب لفه لتنشيط السياحه. ليه سموها لفه وايه اللي عملوها؟ وكان تصويرها بطريقه مختلفه وحبوا يبرزوا كل حته حلوه في مصر. ازيك يا احمد؟ لا، كله تمام الحمد لله. سلام، انت طيب؟ طيبه. لفه لفيتوا بيها مصر كلها؟ من اسكندريه لاسوان والاقصر يعني خدنا بقى كل الحته دي، اسكندريه اسوان الاقصر الفيوم قرى الشيطان سينا في كل حته. انتوا كمجموعه عملتوا كام واحد غنى الاغنيه دي؟ انت انا بس؟ اه انت بس اللي بتغنيها، انا لكن تصويرها جت الفكره ازاي؟ تصويرها زي ما انت عارفه السيلفي، اه الموضه طبعا. بتاعت السيلفي اللي طلعت، فهي بدل ما كانت تبقى صورة احنا عملناها سيلفي، بس انت بتاخدي فيديو كده 360 درجة حوالين نفسك، انت تبان الشخص ويبان الـ المكان اللي هو فيه. فهي جت من هنا، ان السيلفي كان ترند ساعتها بيحصل وان احنا عايزين نعمل فيديو، فالفكرة جت من هنا وتحس ان هي وان شوت، بالظبط. يعني مشهد واحد بس بيدور بيه ده كده 360 درجه. بالظبط، هي دي الفكرة جت من هنا. انت قلت لي رحتوا كل اماكن يعني كل مكان، معظم، اخترتوهم ازاي؟ على اي اساس؟ لا اللي كان سهل يتصور فيه يعني، هو في بتاع اربع او ثلاث كاميرات طلعوا في كل حته، يعني اللي راح سينا صور في كل حته في سينا، والناس طلعوا الاقصر واسوان صوروا كل النوبه والحتت دي كلها، والناس طلعت اسكندريه ده بس والفيوم. تكنيك السيلفي. كله هي الكاميرا وزي ما انت شفتي هتلاقي حتى في وسط الفيديو في ناس ماسكه الكاميرا، احنا جايبين مصورين الناس نفسها وهي بتعمل اللفه. كنتوا بتخلوا الناس بقى يقلدوكوا يعملوا معاكوا نفس الحركة دي؟ ولا مش لا، هي انت بتاخدي الكاميرا يلف اللفة وورينا المعالم اللي حواليك بتاعة المكان. كان ليها صدى انك تعملوا حاجة زي كده؟ كان ليها صدى، انتوا اللي شفتوا صداها ازاي يعني؟ صداها ان الحمد لله احنا كنا عاملين ابلكيشن على السوشيال ميديا على الفيسبوك بتاع الشركة، ان انت صوري خدي اللفة بتاعتك وصوريها وبعتي لنا على الابلكيشن، وهنعمل هنحط الفيديو تاني هننزله بقى بالفانز وال اتجاه بقى اه انك زي نشط سحب بطريقه اللفه. بالظبط. يعني احنا عملناها وقلنا للناس يلا خدوا اللفه واعمل وادينا الفيديو، هنعمل بيه فيديو تاني واتجالنا فيديوهات كتير الحمد لله. يعني انت شايف ان الفن ممكن يخدم ازاي السياحه؟ هو الفن طول عمره بيخدم السياحة في مصر، يعني انت من افلام بتتصور في كذا حتة في مصر من ايام بقى صراع في الوادي والحاجات دي كلها كانت بتبين الاماكن السياحية اللي احنا فيها. بس المشكلة ان احنا دلوقتي زي ما انت عارفة الدنيا واقعة شوية في السياحة، فكان لازم اول حاجة تقوم في البلد دي عشان مصر تقوم هي السياحة، فهي دي كانت اهم حاجة لازم نشتغل عليها دلوقتي.